السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو كيجي بشكل مستعجل بعد انتهاء اللقاء الذي جمع السيد وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي مع صلاح الدين الغماري مقدم برنامج أسئلة كورونا على القناة الثانية. الفيديو غادي نتكلم لكم فيه على مجموعة من النقط المهمة التي ذكرها الوزير خلال هذا اللقاء. بقوا معي. إذا السيد الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال لقائه الخاص مع صلاح الدين الغماري ضمن برنامج أسئلة كورونا والذي يعرض على القناة الثانية تحدث عن مجموعة من المواضيع المهمة. تحدث السيد الوزير على مجموعة من الأمور ما يخص امتحانات البكالوريا، موعد امتحانات البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، موعد الامتحان الجهوي بالنسبة للتعليم العالي وبالنسبة للتكوين المهني. إذا تحدث على مجموعة من الأمور وأجاب على مجموعة من الأسئلة ديال المتتبعين وديال مقدم البرنامج. بقوا معايا باش نعرفوا هذه الأسئلة والأجوبة ديالهم من طرف الوزير. إذا مقدم البرنامج صلاح الدين الغماري طرح مجموعة من الأسئلة على السيد الوزير، كان أهم هذه الأسئلة ومتى سيتم استئناف الدراسة، وعن برنامج الدعم الخاص بالنسبة للسنة الأولى والثانية بكالوريا، هل سيكون حضوريا أم عبر منصات التعليم عن بعد؟ جواب الوزير كان صريحا حيث قال أنه لا عودة لحجرات الدراسة قبل شتنبر، يعني ما يمكنش ترجعوا تقرأوا قبل من شتنبر، قبل من شهر 9. وبالنسبة للدعم الخاص بالسنتين الأولى والثانية بكالوريا سيكون عبر منصات التعليم عن بعد وعبر القناة الرابعة الثقافية. يعني الدعم المخصص للسنة الأولى بكالوريا اللي تبعهم الجهوي والسنة الثانية بكالوريا اللي تبعهم الوطني غادي يكون فقط منصة التعليم عن بعد وكذلك قناة الرابعة الثقافية. سؤال ثاني، كيف ستمر امتحانات البكالوريا في يوليوز 2020 في ظل فيروس كورونا؟ الجواب ديال الوزير كان على الشكل التالي، ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية منها تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحان عدة مرات في اليوم، توفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الاجتماعي واستعمال بعض المنشآت الرياضية من أجل التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات، حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة 10 ديال التلاميذ، وهذه المعلومة قلتها لكم في فيديو سابق. بالنسبة للطلبة، كيف ستتم مناقشة بحوث الإجازة والماستر؟ إذا الجواب ديال الوزير قال بأنه الامتحانات الجامعية سيتم إنجازها في شتنبر، أما بالنسبة لمناقشة البحوث يمكن للطلبة والطالبات أن يناقشوا بحوثهم عن بعد، يعني افتح المجال للطلبة والطالبات أنهم يناقشوا البحوث ديالهم عن بعد. وقال بأنه الجامعات لها الاختصاص في هذا المجال وكل جامعة عندها الخصوصيات ديالها والظروف ديالها. سؤال آخر، بالنسبة لمنحة التكوين المهني متى سيتم صرفها؟ الجواب ديال الوزير قال بأنه تصله عدد كبير من الأسئلة حول منحة التكوين المهني، وأكد حصريا أنه سيتم صرفها في الأيام القليلة القادمة. قال بأنه كيجيوه بزاف ديال الأسئلة وأنه سيتم صرف هذه المنحة في الأيام القليلة القادمة. السؤال الأخير، سولوا المقدم ديال البرنامج حول عتبة النجاح، شحال عتبة النجاح؟ واش 8 واش 9 ولا 8 ونص ولا 9 ونص؟ قال السيد الوزير أنه تم ترك الصلاحية للمؤسسات التعليمية من خلال اجتماع مجالس الأقسام، يعني حتى يمروا مجالس الأقسام في المؤسسات التعليمية وهي اللي غادي تحدد عتبة النجاح حسب كل مؤسسة والخصوصيات ديالها. كما قلت لكم في فيديو سابق، كل مؤسسة واش عندها نقط طايحين ولا نقط عاليين، كل مؤسسة غادي تحدد العتبة ديال النجاح وغادي تصيفطها للمديرية الإقليمية هي اللي غادي تحدد عتبة النجاح. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، ما تنساوش الاشتراك في القناة إن أعجبكم المحتوى، لايك للفيديو، أتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.